الثامنة صباحاً في العاصمة المصرية القاهرة، الوجهة المعتادة إلى مقر عملها، أما غير المعتاد في تلك المرة طاقة إيجابية انتابتها في طريقها للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعمل متجنبة ساعات مهدرة كانت تستغرقها في ازدحام القاهرة. رحلة مي إلى العمل بدأت من هنا، من محطة عدلي منصور لاستقلال القطار الكهربائي الخفيف الذي تم ربطه بشبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث يتبادل القطار الكهربائي الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور التبادلية. لذا استمر رحلة مي نحو 45 دقيقة، استمتعت خلالها بتصفح المواقع الخبرية ومراجعة أوراق العمل. لما جربت القطر الكهربائي أنا دنيا يعني، لا حاسة أنها تجربة لطيفة جدا، أمنة ومريحة وأدمية جدا، مكيفة، يعني أقدر أن أنا أقضي فيها وقت طويل وأنا مرتاحة، ما عنديش مشكلة فيها خالص. زي ما في قطاعات قامت بالعاصمة بكل إنشاءاتها، أكيد في كمان وزارة النقل، ويعني أكيد هتوفر لنا التفاصيل دي، وبصراحة هي يعني فوق التوقعات الصراحة. باقي من الزمن نحو ربع ساعة وتبدأ مواعيد العمل الرسمية. الآن وصلت مي إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتستعد لاستقلال إحدى الحافلات التي وفرتها الحكومة المصرية لموظفيها لتنقلهم إلى مقر الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة. اختارت مي واحدة من الحافلات التي تم توفيرها أمام محطة القطار الكهربائي الخفيف لتنقلها إلى وزارتها، لكن هذه المرة ستكون الرحلة منزوعة التلوث، فالحافلات هنا تعمل بالكهرباء عوضاً عن الوقود التقليدي. الانتقال للعاصمة مهم بالنسبة لنا كقطاع من قطاعات الدولة، إن إحنا بنبقى جنب زمايلنا اللي في المؤسسات الحكومية الأخرى. يعني إحنا عشان ننزل نعمل ميتنج مع وزارة تانية أو هيئة حكومية تانية هناخد وقت طويل جدا، وبالتالي بيكون اليوم خلص أصلا، فبنرجع نروح، ما بنقدرش إن إحنا نواصل يومنا في الشغل. ولكن في العاصمة الإدارية إحنا كل زمايلنا اللي في الدولة كلهم موجودين حوالينا، فده بيسهل أكتر. غير طبعا ديجيتاليزيشن والرقمنة وقصة إن إحنا يبقى شغلنا كله عن طريق الكمبيوتر وعن طريق سيستم. هنا في الحي الحكومي بالعاصمة بدأت تلك المقرات الحكومية في استقبال موظفيها من خلال الانتقال التدريجي الذي بدأ في الأول من مارس الجاري، من خلال انتقال 14 جهة حكومية إلى مقراتها الجديدة. من العاصمة الإدارية الجديدة، محمد جمال، هنا القاهرة، عاصمة الخبر.